مرحبا اصدقائي، كلياتكم مستغربين هي للمرة الثانية بطلع على قناة مستر كوميدي. بدي اقولكم انه انا ومستر كوميدي عملنا كمان فيديو على قناتي وعلى قناته، بس تحضروا هذا الفيديو ادخلوا على صندوق الوصف او اول تعليق وشوفوا الفيديو اللي نزل على قناتي. هدول الفيديوهين رح يطلعوا ترند ويجيبوا ملايين ويكسروا الدنيا، فلهيك بس تحضروا الفيديو على قناتي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس كلياتكم. خلاص وبلا فلسفة، هلا انت بتعرف يا ابني انه هذا الفيديو اذا جاب مليون مشاهدة وكلياتهم فاتوا على صندوق الوصف او اول تعليق وحضروا الفيديو على قناتنا واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، فينا نوصل للأربع مليون متابع. بابا لا تتحدى جمهور مستر كوميدي، لأنه جمهوره قوي مثل جمهوري. هلا شوف كيف بس يفوتوا على أول تعليق ويحضروا الفيديو على قناتي كيف كلياتهم رح يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس ويعملوا لايك على الفيديو. هلا شوف وهلا منبلش فيه للفيديو. بالتليفون التليفون، الله ينسوني على قد برنها التليفون بس لأنا بكونوا أصدقاء عبادة الباخرين يا صديقات خدوج السائلين. وخدي على أسئلة تافهة. بالعام غريب، منو هاد؟ ألو، تفضلوا مين معي؟ معك أم عبادة الباخرية. أم عبادة؟ شوفي تقبريني بلال المزح، خف دمك بلاها يعني، لأنه أنا أم عبادة. ولك أنا أم عبادة، أم رفيق ابنك عبادة. ها عبادة، بيتك من حالك انت جابك. اهلا عبادة، رفيقه لابني عبادة، هذا المنشح. اهلين اهلين تقبريني، اهلين تفضلي. ايوه هاد هو بزيته وزيتاته. ايه تفضلي. خير ان شاء الله. من الاخر وبلا لف ودوران، نحن طالبين القرب. القرب؟ ايش قصدها هاي؟ ها لقوم قراراته تطلعوا على تركيا، ناقصنا لانه قصدي بتنوروا بتنوروا. ولك لا لا شو ننتهي، ولك نحن طالبين ايد بنتك لابننا عبادة. ها قولي هيك من الاول، انتظري علي لك لازم ابرك ومش امخمخ معك هالسوا. ايه عيني قولي لي شوف ابنك ايش دارس؟ لانه مثل ما بتعرفي انا بنتي رايحه تاخذ شهاده بالدكتوره يعني. والله بدك للصراحه ابني طشمه وما معه شهاده السلتفيكه. لا 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 انا بعرفك حمار بعبى بنطلون بس مو لهالدرجه. ليك عيني هيك ما راح يكون نصيب معناته، فلذلك فلننظر من جهه اخرى. شوفي عنده ممتلكات هو. والله ليكي عنده تخت ينام عليه وعندنا فرشتين بكره بخليه ابوي يحطهم باسمه، ما بنختلف على هذا الحكي ابدا. لا 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 هيك ما بيمشي حال منوب تقبريني، عم صعبي علي كثير انت يا عيوني، لازم تكوني متعاونه معي اكثر من هيك. ليكي وبننظر من جهه اخرى كمان، ايش اللي معه مصاري هو؟ مصاري؟ والله ليكي انا ابني عباده، واذا ابوه ما عطى خرجيه كل يوم بيبكي، بس ما داك الهم، رح خلي ابوي يعطيه مصروف 1000 ويقعدوا يتبهنكوا في قد ما بده. 1000 1000 يورو؟ والله منيح لو صحت جدي ما مات. 1000 يورو مو؟ ايه والله منيح، استعطوها كل يوم 1000 يورو منيحه. يورو؟ والله يا ام عباده انت على نياتك، لك يورو شو؟ 1000 ليره سوري. 1000 سوري؟ طيب شو قد بتعمل 1000 سوري؟ لازم اسال عليها انا لانه ان شاء الله ما تسالي. لا لا توريني شكلك فهمتيني غلط، نحن ما بنسال على المصاري، شبعانين مو بعيدنا شي الحمد لله. لك يقطع عمرك طول عمركم جوعانين، شو اللي شبعكم؟ طيب انت شو بتخبريني؟ شو هواياته لعبادة؟ ايش بحب يعمل؟ ايش بحب يساوي؟ ولك اخ شو بدي احكي لك على ابني لحتى احكي لك؟ ابني سكرجي خمر ما له غرض يرضي، وبيروح بيلعب قمار اذا سخين عليه بالمصروف. عم تمزح شكلك انت مو؟ ولك عم بمزح معي؟ ايه وانا قلت هيك كمان، دمعتك كثير زراف وخفاف لانه ربيتك من حالك ما بتنهضمي مع معمل كولا. ايه ما قلتي لي يا عبادة كيف مسموعياته بالحارة؟ شو بيقولوا الناس عنه؟ شو بيحكوا عنه؟ والله ليكي اهل الحارة كلياتهم بيشهدوا انه مشكلجي، وما في خناقة بتصير بالحارة الا ما بيقولوا لي ابنك، بس الله وكيلك قلبه طيب وحنون. ايه طبعا اهم شيء لازم يكون حنون، لانه بيستهلك معرفتي البنت بدها حنية. ايه حنون ما اختلفنا، بس احيانا الله وكيلك بيوقع بالساعه وبيختلج، انا ما بضمنه. يعني شو ممكن يعمل اذا وقع؟ احكي لي احكي لي. يعني ممكن يدق قتله، وممكن اذا جن زياده يزتها من الشباك، انا ما بتفلك يا لابني. قول اعوذ برب الفلق. بلال المزح مع عبادة، قلنا لك دماتك صغار بس ما تتهضم كثير، لانه هيك شغلات ما بينمزح فيها. ايوه ولك ما تاكلي هم شبك، شو ما قلت لي مزح؟ انا روح قلبي المزح. والله لحتى يعوفك حالك، واخيرا مين اجى ياخذ هالبلوه مني؟
بعدين يا ام عبادة، في مثل بقول لك، قل لي من تصاحب اقول لك من انت. ايوه، يعني شو المغزى من هالفلسفة اللي قلتيها؟ ما فهمت عليكي، وضحيلي. يعني مين برافق، مين بخالط، مين رفقاته، شو مسموعياته، لازم نعرف اصلا وفصلهم يا عيني. فهمت عليكي. هلا ربيع الشاب اللي مطقطه ابن البابا والماما وما بيخوف منه وكثير طري، اما هذا بهلول اجدب اجدب على الاخر، يعني عائلاته جوزتين خرج مثل ما بيقولوا رايح نيفو يعني. اما هذا عباس واحد عصبي عصبي كثير، من مشكله لمشكله، يا من ترى طالع من سجن لسجن. اخ شو بدي احكي لك، لاحكي لك يا ام عباده. والله صدمتيني، ما عاد طلع معي الحكي، ما عاد عرفت شو بدي اقول لك، ارتفع معي الضغط، عطوني حباية سكر. ولك لا تقولي شي، فهمان عليكي. قولي صار بدي مين سندي. طيب اسمعي لقلك، خلينا نحكي بالمتقدم والمتأخر قبل ما ينقطعوا النفسات شيدي. ولك بنتك مثل العرديلة، وبدك تطبي مقدم ومؤخر، ولك لازم تحمدي ربك انه ابني بده يستر على بنتك. احكي لي يعني انتو شو طلباتكم؟ ايوه انا بنيجي هلا للمهم. شوفي دقبريني، التلاتين ذهبي متقدم، 50 ذهبي متأخر، وبدنا 20 ملبوس. طبعا هذا خلاف البيت والسيارة، مثل ما بتعرفي يعني نحن عم نحاول نضمن حقها للبنت بس مو أكتر. انتي عم تمزحي مو؟ اتفاجأتي بالأرقام قليلة مو؟ مع نحن بالنهاية عم نشتري زلمة. تقبريني قلت لك نحن ما وضعينا المصاري منوب، وآخر شي منفكر فيه المصاري والذهب. ولك زلمة يخلع رقبتك ورقب بنتك العتيلة، ولك يخرب بيتك من الحالة. نعم نعم نعم، تفضلتي ولك محورقة؟ فما وابنك عطال ما في بجيبته ليرة؟ يخلي بنتك عندك مكبسية مخلان، تضربي انت وبنتك العرتيلة، أصلاً يصحلي واحد مثل ابني. صيححنا تقبريني، صيححنا دكتور وطيار ومهندس وغيره وغيره وغيره، بس العتب علي عم روح بطلب من عند الناس وما عم يعطوه. ليش؟ لأنه ابنه المقنشح وطالع ريحته. لكن يلا روحي طيري من هون، انت والطيار يلي جاييكم. ايه روحي من هون، ضربة تخلع رقبتك. فوما وابنه مأمر وطالع ريحكم ونفع على شي مو عاجبه كمان. انتو لو كنتوا مكاني ايش تضربوا لبنتكم؟ وبتوافقوا على هيك عريس بالاصل؟ وصلونا هذا الفيديو لمئة ألف لايك، وشاركوا بكل الجروبات اللي عندكم، واذا في عندكم عريس تخدوج بعتولي اياه، بركي بخلص منه. خوخو يا عمري جايك عريس على الطريق.